كان هذا مصير سائق السايبة بعد رفضه دفع مبلغ من المال إلى أحد المتسولين الأطفال في بغداد، وتحديدا في ساحة ميسلون. ثلاثة حالات مشابهة سجلت في أقل من ثلاثة أيام في الكرادة والمنصور من قبل أطفال جلهم من جنسيات عربية. بائعون في الشارع ممن هم على اختلاط بهؤلاء الأطفال يؤكدون إن مافيات تتاجر بالأطفال العرب والعراقيين تقوم يوميا وبسيارات خاصة لتوزيع أكثر من 25 طفلا على كل تقاطع من تقاطعات العاصمة، مهمتهم إجبار الناس على دفع الأموال بأي طريقة. والله هي أذية، وجاي حتى يعني هذول السوريين المرسورين كل بنات وولد وهو قاعد يأدون هنا، وحتى هذول الصغار المجادي وهذول مشحون الجامعة عندهم سوالف، وهسه قاعد يأدون الشرطة والحرس قاعد يأدون من وراهم، وحتى قاطعين رزقنا واحنا لا حول ولا قوة. هم اللي هذول يروحون يجدون يسحون ميطهم، هم يضربون الجامعة يضربون العالم ويروحون يشتكون علينا بالدورية، والدورية تأذينا احنا وتعوفهم هم. والله نعوفهم يعني يكسرها ويبلت يقول له تبن ما اعطيتنا فلوس، وين ماكو بناتي يروحون هذول الشباب يعني. عراقيين هم عراقيين سوريين؟ اي عراقيين. عراقيين ايه. هم يكسرون الجامعة سيارات؟ ايه. ليش يكسرونها؟ والله ما تبن ما يعطون فلوس. النسوان مجادية دائما يجيبونهم، نسوان تجيبهم سيارات تذبهن ويروحون، خابرنهن يجون ياخذون ويروحون. قد يذبون العدد؟ مو سوى 10 5 سوريات، 3 4 سوريات مو عراقيات. هم وياهم عراقيين؟ اي اكو عراقيات، اي اكو عراقيات، بس 3 4 سوريات. وفيما يناشد مواطنون الجهات المعنية بإيجاد حل سريع لهذه الظاهرة، يقول البعض الآخر أن هذه المافيات تقوم بالاتفاق مع بعض عناصر الأجهزة الأمنية في تقاطعات بغداد من خلال دفع مبالغ لهم مقابل السماح للأطفال بممارسة التسول. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.